نعمل كبيرة بحياة الإيمان كمسيحيين وككنايس مرات لما نقول كنيسة أو كنايس كأنه بترن هيك بشكل سلبي أنه كنايس ليش مش كنيسة وحدة؟ بالفعل هي كنيسة وحدة جسد المسيح السري كل المسيحيين هني جسد يسوع المسيح السري بس كل مجموعة عندها طريقة بتعبر فيها عن إيمانه بس الإيمان هو ذاته شخص يسوع هو ذاته يعني اللي بيوحد كل المسيحيين هو شخص يسوع بالذات كل حدا عنده طريقة يعبر عن إيمانه أو تمحور حياته حول يسوع من هيك منلاقي في كنيسة بيزنطية كنيسة سريانية كنيسة لاتينية كنيسة غربية كنيسة شرقية كنيسة بروتستانتية كنايس يعني لأنه التاريخ له دخل بنشأة الكنائس بس بالنهاية كل هالكنائس انطلقت من يسوع ومحور حياتها حول يسوع وشهادتها عن يسوع وليسوع وكل الأشياء بتأخذ معناها من يسوع الوسائل ما بتحجب حقيقة يسوع الوسائل يعني مثلا أنا هلأ بكنيسة بيزنطية هالكنيسة البيزنطية بتعبر بالأيقونات عن الإيمان يعني عمدخل مدخل الكنيسة مكتوب هون من رسالة جمهور الدائرة اللي نحن في دائرة القيامة بشبروح كتابة الأيقونات الكتابة يعني عم تاخد من الإنجيل عم تاخد من يسوع وتحوله لخطوط وألوان وإشارات من هيك أنت لما بتطلع بالأيقونة بتكون عم تصلك رسالة يسوع عم بيصلك يسوع بالذات والإنجيل مش الأيقونة هي الهدف كنايس تانية بتعبر بطرق تانية فبتفاجأ مرات كتير لما بتلاقي بناس انه ما بيروحوا على هاي الكنيسة لانه مش من مش كنيستهم ومش طقسهم يعني بركي السرياني ما بيروح عند الروم الكاثوليك او الارثوذكسي ما بيجي عند الماروني مش عم نحكي ككنيسه عم نحكي كافراد وبتلاقي مثلا في حدا ماروني عايش بمنطقه اغلبيه ارثوذكسيه ما بفوت على الكنيسه لانه هذا مش طقس كنيسته مع انه هيدي قلت كثير بالاول كان في كثير هلا بس بعض في اشخاص ما بفوتوا اذا كان هاي الكنيسة مش طقس كنيستهم ايه ما بعرف هالالحان صعبة وانا ما فيني وما بحب الايقونات او ما بحب الطريقة المارونية او الطريقة البيزنطية بصير كل واحد يعبر هيك بس النتيجة شو النتيجة انه اشخاص بيقعدوا وقت طويل بدون يسوع كل مرة حدا بيقف خلف سبب حتى ما يشوف يسوع يعني بيكون بعد ما وصل له يسوع وبيكون يعني كل الوقت محور حي حياته حول شو بتشوف عينه وشو بيحس قلبه وانه واو انا بحب هيدي الشغلة انا بحب هيدا اللحن بس بدك تحب يسوع وهيدا اللحن بدل على يسوع هاي الايقونة بدل على يسوع هيدا الطريقة ببناء الكنيسة عم بيعبر عن حقائق لاهوتية انت بتآمن فيها وبتعيش فيها وإذا أنا بعد ما وصلت لمطرح إني أشوف إنه غنى الكنايس بطرق تعبيرة وبطرق عيشها وبطرق طقوسها يعني أوف يعني أنا ما فيني أجمع بطقس كنيستي كل الحقيقة كل كل الغنى مش حقول كل الحقيقة لأنه كلنا كل الكنايس بتمحور حياتها حول الحقيقة اللي هي يسوع فإذا أنا ما قدرت شوف بكنيسة تختلف بطريقة تعبير عن كنيستي، أنت بعد ما تلاقيتش بيسوع وبعد كل التمحور هو حول الشكل وعم بشتغل حسب مشاعري وحسب افكاري. إذا أنا بجي على كنيسة أنا مثلا مروني إذا جيت على كنيسة بيزنطية ما بفهم بالأيقونات، إنه شو ناقصني؟ ما بسأل الأشخاص القيمين إنه تعالوا علموني ليش في هذا اللون، ليش في هذا الشكل، ليش في هذه الطريقة بالتعبير. بدل ما ارفض بس انا اللي بيدهشني او هيك اللي بيحزنني انه في كتير ناس بسبب انه هالطقس مختلف عن طقس كنيسته بيقدر يقعد بدون يسوع وقلت قبل بلحظة انه لانه مش متلاقى بيسوع لو في يسوع لو في يسوع بحياته لو تلاقى بيسوع كان بيستعمل كل الوسائل بيغني ايمانه بيغني حياته وبيفرح وبيهلل وبيعيد لانه بالنهاية كلنا من روح صوب الاتجاه مين مكان؟ الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية كلنا اتجاهنا رايح صوب يسوع وإذا ما تلقيت بيسوع يعني بلشت فكر بحالي بلشت حياتي عم تتمركز يعني حول حول ذاتي حول أفكاري ومعتقداتي أنا الخاصة وين بيكون يسوع بكون انا بقيت بريت يسوع مش انه يسوع بقي بريت انا بكون بقيت بريت يسوع مرات بتلاقي في اشخاص بتندهش من من انفتاحهم والانفتاح مش على حساب الحقيقه لان الحقيقه هي ذاتها عند هالكنيسه وعند هالكنيسه وعند الكنيسة حقيقه يسوع كمخلص ورب واله هي ذاتها عند الكل، ما في ولا كنيسه بت يعني بتختلف بايمانها عن الكنيسه الثانيه، هلا يعني طرق التعبير مختلفه، تفسير الاشياء مرات بتختلف، بس بضل شخص يسوع هو ذاته، بتلاقي ناس منفتحين، ناس يعني قلوبهم واسعه، في ناس ضيقين، في ناس بيكونوا حرفيين بس انه وين رسالتهم؟ ما بيقدروا يعملوا رساله، عم بتذكر حدا رح اقولها وبكل حب يعني رح اقولها انه ما ما بيعيطوا لي كوني كاهن حتى ما بيقولوا لي اسمي ولا ولا الصفه تبعي خلص لانه هن لا يعتقدون بما انا عليه. انا ما عندي مشكله انه اقول لشخص من كنيسه ثانيه الصفه اللي هو فيه، وال... واعترف بالمركز يلي هو فيه او الوظيفه اللي هو بيشتغلها او الخدمه اللي بيخدمها أه بالنهايه انا ربحان الشخص يلي بيتقوقع وبيزرب حاله خلف تفسيرات خاصه انه هاي مش كنيستي وهي كنيستي بيكون هو اللي عم بيخسر عم بيخسر لانه مش عم بقرب من يسوع لانه لو مقرب من يسوع كان روح القدوس رح يعطيه يشوف ابعد ابعد من اللي انا معود عليه على كل بس حدا يقول انا معود عكنيستي مش معود على هديك الكنيسه الموضوع مش موضوع مكنه بتعود وما بتعود في حدا بحبني وانا عم جاوب على حبه ونيالي مطرح ما بروح اذا بقش على وجه يسوع اذا رحت على الكنيسة الإنجلية نيالي إذا بعرف فت عيني وشوف وجه وش يسوع إذا بروح على الكنيسة الكاثوليكية إذا بعرف فت عيني وشوف وجه وش يسوع وإذا بروح على الكنيسة الأرثوذكسية كمان نيالي وإذا رحت على الكنيسة اللاتينية كون عم نحكي الكاثوليك يعني كل المنضوين تحت الكنيسة الكاثوليكية بالنهاية ما في هدف إلا واحد يلي هو يسوع برجع بعبر مرة تانية عن حزني من الأشخاص اللي بيقدروا يقعدوا بلا يسوع وأوقات طويلة لأنه ما بيقدروا يتفاعلوا بمطرح او باطار او بوسيله تعبير غير يلي ربع ليا يسوع حي يسوع في حركه دايمه حركه خلاص دايمة كل يوم هو المخلص كل يوم هو بيعرض حاله علي تا يفديني ويعوض عني ويغفر لي خطاياي ويقومني من موتي ويعطيني قيمة لحياتي كل يوم فإذا أنا بوقف بوقف حالي خلف بعض الاعتبارات اللي هي مش اساسيه بكون انا بقيت بريت يسوع لا بكون مسيحي ولا بكون حتى مخلص لانه عم برفض يسوع عم بعمل يسوع آه العزوقي يسوع اللي بده يخلصني على طريقتي مش انا اللي بدي احدد كيف يسوع بده يخلصني لانه هالحقيقه اللي هي يسوع هي يعني انا اللي بدي اتاولى بحسب هاي الحقيقه مش بدي اولى بالحقيقه يعني بدي اخلي انه يسوع وخلاصه هو يناسب طريقتي وعايشه من هيك بتلاقي في ناس مليانين فرح الدنيا مش سيعتهم لانه قادرين يلاقوا يسوع وين ما كان وقادرين ياخذوا من كل مطرح من كل خبرة روحية بهالكنيسة أو بهالكنيسة ويغنوا حالهم ويغنوا حياتهم وتكون مناعتهم قوية ويقفوا بوج كل الرياح وبعدين بتعرفوا قلة المحبة يعني بين المسيحيين بتخلي الواحد يموت بتخليه يعني يمرض بتخليه يعني بتخيل شخص منغلق على حاله ومعتبر انه كل الناس مش منيحه وحده يعني بيكون عم بزم يعني بيكون عم يخلص عم بيروح على الموت عم بيكون مش عم بيستفيد من يسوع وبعد ما شاف يسوع وعامل يسوع اللي هو عزاؤه بفصله عقيساته هو وعلى هو، هلا مريت نحن منورتها من اللي قبلنا بس وقت اللي عندي عقلي شو اللي بيمنع اني انا فتش واسال حالي هيدا الشيء اللي انا بعمله وكنيستي بتعمله هو صح او لا؟ في حقيقه بدي فتش عليها وبالنهايه خلينا ننتبه انه كل الكنايس كل الجماعات المسيحيه رسالتها توصل يسوع مش توصل حالها ولا كنيسه مهمتها توصل حالها لا كنيستي ولا كنيستك ولا كنيستها ولا كنيستهم يوصلوا حالهم ويحتكروا الحقيقه ويعتبروا انه هن الحقيقه عندهم وبس بكون عم نحجم يسوع وعم نعلنوا انه هو مش مخلص ما بيكفي وبصير ما هيك في ناس بفتشوا عم مخلصين تانيين غير يسوع وهيك بنكون فشلنا وما استفدنا له كل المجد اليوم وكل يوم والابد الابدين بكل الجماعات المسيحيه بكل حدا عم بفتش على خلاص وعم بيلاقي بيسوع والاب والروح القدس امين